العودة إلى سياسة التصنيع الثقيل هو ما ستقوم عليها الاستراتيجية الصناعية الوطنية المستقبلية دون إغفال تطورات تكنولوجية في إطار اقتصاد المعرفة، هو ما أكد عليه وزير الصناعة فرحات أيتالي خلال الملتقى الذي جرى بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. أومون تكون عندك بوان دو فورس إيطاتيك دون سيرتان إندستري بتروشيمي سيديولوجي ميكانيك. Pour revenir à l'industrie mécanique, écoutez, oui, la révolution numérique, elle existe. Ça, dans les faits, on ne peut pas passer directement à cette révolution numérique en oubliant qu'au passage, elle sert à améliorer l'ABC du métier de sidérurgiste ou de mécanicien. جملة من النصوص التشريعية سيتم إعدادها لتحفيز المتعاملين الاقتصاديين المحليين الراغبين في استغلال الموارد الوطنية الخام. مع ضرورة تصنيع المعدات والتجهيزات محلياً لإعادة بعث النشاط الصناعي. كي وراء البريفيرنس جميع من يحول المواد الأولية ونعودها محلية هي أحسن ولكن ولو مستوردة يعني ولكن مادة خام هذاك عنده لابريوريتي اون ماتيير دو ديت دو فينونسمون وإذا لاحظتوا السيكتور بيبليك اون جينيرال هو اللي يخدم لامو هذا لورينتاسيون des pouvoirs publics vers les aides pour le foncier, trop les gens qui diront l'intégration. Ce qui crée de la richesse véritablement nationale seront priorisés en matière de foncier, en matière de crédit bancaire et en matière d'avantages en tout genre. معالم السياسة الصناعية الجديدة تقوم على إحداث القطيعة مع السياسات الصناعية السابقة التي أدت إلى تراجع مردودية المجمعات العمومية بعد وضع حد لسياسة التصنيع الثقيل.